تشاهدون في هذا العدد من برنامج جزائريون. هذه هي يوميات الشيخ شيبوط الحبيب من بلدية السوقر بتيرت. جيت هنا 7 أشهر من الكورونا قعدت هنا. راني نخدم قابض عقلي مليح، ما نهضر ما نشوف ما نقتل بواحد ما نصنع. هو محل لبيع المواد الخالية من الجلوتين في ضواحي حي ولاد فايت بالعاصمة. تقريبا كلش يحتاجوا السيلياك، الحلوى لولاد صغار، الياورت نجيبوهم ثاني، الياورت الفخوماج. يحظى هذا الطبق بأهمية بالغة كونه يعتبر من التراث الذي له مكانة خاصة لدى عامة الجزائريين. هو كل شيء طواجين وما يجيش كما هو، ما نكذبش عليك، بقى ما دير طواجين ما يجيش كما طعام قلتي، لا في حيف لا في حيف تاع فرحة ولا تاع قرحة. هو الخيار، هو المليح.